النهارده كلمة الرئيس في الجلسة الختامية ما كانتش بس بتتحدث عن الاقتصاد، ولكنها كانت بتتحدث عن أكتر من محور. كان مهتم جدا الرئيس يتحدث عن أيضا الشق الاجتماعي، كان بيؤكد على أهمية توفير مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا. تحدث عن أن المواطن لن يتحمل أي أعباء أخرى خلال الفترة المقبلة. ده كان جزء مهم جدا في كلمة الرئيس، وخاصة وإحنا بنتكلم عن الأزمات الاقتصادية عالميا، فكان مهم جدا هذه النقطة. خلونا نستمع لهذا الجزء. الواقع اللي موجود في العالم كله تأثيره سلبي جدا على كل الدنيا، وبالتالي الشعوب بتعاني. واحنا في مصر، انا قلت الكلمه دي قبل كده، وقلت ان حالتنا ما تتحملش يا دكتور مصطفى ضغط اكتر من كده. ما تتحملش ايه؟ بل بالعكس هتحتاج مننا نقول يعني نزود مظلتنا للحمايه الاجتماعيه في المرحله اللي احنا موجودين فيها دي، حتى نخفف على المواطنين من التداعيات بتاعت الازمه ديت. يعني أنا هقولها هنا، التوجيه للحكومة بتعزيز مظلة الحماية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وتوفير أكثر درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثراً. هتفاعل معانا النائبة غادة علي، وهي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بحضرتك معانا، وعايزة أقف معاك عند هذه الجزئية اللي شدد عليها الرئيس في كلمته. قريتيها إزاي كنائبة في مجلس النواب؟ ويعني أكيد ليكي رأي في هذا الموضوع. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه ساره وبالساده المستمعين. بالفعل يعني احنا كلام فخامه الرئيس النهارده كان له معنى قوي جدا ومعنى عميق، مش بس بعد اقتصادي، ده يمكن بعد اجتماعي وبعد سياسي كمان. يمكن انا كنائبه عن التنسيقيه، احنا دايما قريبين من الناس، قريبين في الشارع، بنسمع شكاويهم. وزي ما قال فخامه الرئيس في اول يوم في المؤتمر، الكلمه اللي بتتردد من اي حد هو احنا رايحين على فين. الناس لما بيقولوا الكلمة دي هم بيقولوها عشان المستقبل من جهة، ومن جهة تانية علشان الحالة الاقتصادية والتضخم العالمي والأسعار اللي هم حاسين بيها. فكان إحساسه بيهم، هو قال أنا بتكلم فعلا مش كرئيس مصر، مش بصفتي كده، أنا بتكلم كإنسان مصري. فهو كان حاسس بيهم جدا. الجزئية دي لمستنا إن هو في وسط كل الكلام الكبير اللي احنا قلناه في الاقتصاد والمصطلحات الاقتصادية الرنانة، لكن هو كان حاسس جدا بوجع المواطن والاستفسارات اللي عنده، وبالتالي كانت اجابته عن الشق ده بشكل واضح جدا، بعيدا عن المقترحات الاخرى اللي كانت احنا طول الوقت او الجلسات بنتكلم في عمق الاقتصاد. هو حس بالمواطن وفعلا وجه الحكومه في توصياته بان هم لازم تخفيف الاعباء على المواطن وعدم التحميل عليه. هو شدد على الجزئيه دي اكتر من مره في كلمته النهارده، لان هو ده عمق الشعب. احنا الاغلبيه العظمى هي في الفئه المتوسطه او الاقل من المتوسطه او الاولى بالرعايه. الناس كلهم، هو مواطن مصري، وانا قال انا بتكلم كمواطن مصري، انسان مصري. فهو شدد جدا على الجزء ده ووجه بعدم زياده الاعباء، وبالعكس هو وجه بزياده الحمايه المجتمعيه، يعني مبادرات اكتر تتعمل لتخفيف الاعباء على المواطن وهكذا. ده من الناحيه المجتمعيه. فطبعا في نفس الوقت كان ليه اثار اخرى، يعني هو كان بيقول للمواطن انا هقدر اعمل ايه، وانا عارف انت عاوز مني ايه، وفي نفس الوقت بلدك برضو من الناحيه الاخرى محتاجه منك ايه، يعني محتاجه منك كمواطن في كافه المستويات تقف جنبها. يعني هو طالب بده، لانه كان في شق اخر بقى، الشق السياسي، شكل الدوله امام. طب يمكن حضرتك اشرتي في بدايه كلامك انه بحكم عملك انت اقرب للمواطنين، يعني لمستي ايه رد فعل على هذه الجزئيه من المواطنين وانت بتتكلمي معاه؟ التفاعل كان قوي جدا من المواطنين اللي في دوائرنا، سواء انا ولا باقي نواب التنسيقيه، لان احنا دايما منفتحين اونلاين على صفحات السوشيال ميديا وبنوصل للشباب وللناس بالشكل الديجيتال اكتر. نعم. طب قبل ما نخرج من المؤتمر حتى، دي كانت اكتر جزئيه الناس البسيطه بتتكلم عنها وكانت مستنيها. ويمكن هم ما في ناس كتير مش مالهمش علاقه بكلام الاقتصاد الكبير،
واللي احنا بنتكلم فيه، لكن هي دي اللي كانت متبروزه قدامهم. يعني في طاقه امل اتفتحت. طب يعني كلمه احنا بكره رايحين على فين؟ نعم. لا بكره احنا انتوا هتخفوا علينا شويه، البلد حاسه بينا شويه. فدي كانت الاقرب لمشاعر المواطن وقلب المواطن وذهن المواطن، وخاصة إنها ان جاية هي في وقت طمنت. صعب، يعني وإحنا بنتحدث عن أزمة اقتصادية عالمية، تبعات كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية، فأكيد طبعا كان ده سبب يعني ليه اهتمام مدلول؟ وسعادة من المواطنين على تحديدا على هذه الجزئية. بشكرك النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.